السيرة المحررة روان نافذ أبو زيادة، اعتقلت في 15/7/2015، تم الحكم علي 9 سنوات، قضيت في السجن 8 سنوات و4 أشهر و10 أيام، تم الإفراج عني بصفقة التبادل في الهدنة. أول إشي طخوا علي، بعدها اجوا جنود ربطوا ايدي لورا بالبلاستيكات، ربطوهم كثير يعني كانوا كثير شديدات على ايدي حزكات، وكانوا هم يعني اللي ينكلوا فيا. حققوا معي في مكان الاعتقال، بعدها جابوا الكاميرا صاروا يصوروا فيا، فتت التصوير مسكني من شعري، كان في معي شال على راسي اخذوه ما رفضوا يعطوني اياه. في المركز فتشوني اكثر من مره، في تفتيش عادي وفي تفتيش عاري كان يعني. الظروف بالبدايه كانت صعبه يعني، والبوسطة كانت كثير أصعب. نطلع مثلاً على البوسطة على الساعة 2:30 في الليل الفجر، كنا نظل ثاني يوم للساعة 9 و9:30 على ما نوصل عوفر. كنا نكون مربطين مكلبشنا في الأيدين وفي الرجلين، ويحطونا في البوسطة اللي كانت حديد الكرسي، والشباك مسكرين ما كانوا يفتحوا يعني، هو كان فتحات صغيرة كثير يعني ما كنا نشوف منه إشي، بس أغلب الأحيان كانوا مسكرين ويرفضوا يفتحوا لنا إياه. وأحيانا كان مثلا شغل مثلا مسجان ببرودة عالية، أو مثلا في الصيف ما كانوا يشغلوا المسجان المكيف البارد بالمرة. في البداية في أول 4 أشهر كنت بس ساعات يعني من 2:30 الفجر للساعة 9:30، بعد 4 أشهر نقلوني لسجن الدمون، كنت أطلع معبار، كان استغرق الموضوع 3 أيام على ما أوصل للمحكمة. حسب ما المحامي حكالي 12 سنة، بعدها حكموا 9 سنين، بعدها نقلوني على سجن الشارون، لأن كان بحكم أكثر من 6 سنوات ما كان لازم يكون موجود في سجن الدمون، نقلوني على سجن الشارون. نفسيتي الحمد لله كانت منيحة يعني، خاصة البنات يعني مثلا أي بنت مثلا بتفوت جديدة كانوا دائما مثلا يكونوا حواليها، نعمل نشاطات ثقافية ترفيهية، تعلمت العبرة من البنات يعني. الثانوية العامة والجامعة برضه نفس الإشي، كنا ندرس داخل الزنازين، التعليم كان مرفوض، ممنوع بالسجن، إدارة دائما كانت تدخل يعني تعمل تفتيشات، يصادروا الكتب، يصادروا الدفاتر، في كتب مثلا اللي بتزيد من الثقافة ومن وعي الشخص يعني، في كتب كانت ممنوعة. في أكثر من أسيرة توفت أمها يعني في السجن، كان الإشي كثير صعب، خاصة أم يافا يعني خالدة جرار لما توفت بنتها، لأن هي كان مش متوقع أنها بنتها تتوفى، كانت كثير صغيرة بالعمر، وفجأة واحدة هي لما سمعت الخبر، كان صدمة كثير كبيرة، كل البنات يعني قاعدة جنب أم يافا صاروا يبكوا. سمعنا في صوت في القسم، صوت انبساط كثير، فإحنا فتحنا التلفزيون، في البداية ما كانش لسه الإشي مفهوم منيح، لما فتحوا الفورة بعد نص ساعة بلشوا يحكوا لنا في خطف جنود، في خطف، بلشوا ينشدوا، بلشوا يغنوا، بلشوا يكبروا، كانوا كثير مبسوطات انه خلص انه بما ان في خطف في هسه ترويحه. اول يوم عزلوا مرح بكير، عزلوها طول فتره الحرب، هي روحت من العزل. بعدها عزلوا كمان 3 أسيرات، ياسمين شعبان وتحرير ابو سريه وعطف جرادات، 3 أيام ضربوها لما طلعوها العزل، وياسمين تحرير نفس الشيء لما طلعوهم على العزل ضربوهم. كانوا البنات اللي بيعتقلوا كمان، في كم من اسيره من اللي كانوا بيعتقلوا جديد أثناء الحرب كانوا في سجن شرون، كانوا كمان بعض السجنات يفوتوا يضربوهم، منهم عهد التميمي، بلش القمع والتنكيلو، ما خلوا ولا أي إشي في مكانه إلا أخذوا، أخذ الكمكم وأخذ البلاطة الكهربائية وأخذ التلفزيون وصدر عدد من الراديوهات، كل الطناجر، كل الصحون، كل الأدوات اللي بنستخدمها للأكل، المعالق، كل هاي الأدوات أخذوها، أخذوا الأكل من الغرف، الأكل كانوا يوفروا لنا إياه كانت كميتها كثير قليلة ما بتكفي البنات بالمرة. وكانت سيئة نوعيتها، كان بتبع سياسة التجويع عنا يعني، في كثير بنات كانوا يناموا وكانوا يحكوا إنهم جوعانات كثير، فيش أكل، ما كان في أكل. عددنا 86 أسيرة، فما كنا ما بنعرف مين بالضبط اسم مين اللي راح يطلع، فكنا خلاص إنه نحكي إنه يا رب إحنا الأربعة مع بعض، إنه بدناش نترك ولا أي حدا من ورانا. يا مية هالة رجعت لصدر الروح دمع الفرح مط أول ما طلعنا في الباص ودخلنا ولقينا الناس كلهم موجودين، صدمت أول شيء من حجم الناس يعني عدد الناس، أنا مثلا في السجن ما كنت أشوف هيك أعداد بالمرة، أعداد كبيرة. نزلونا الشباب من الباص، قعدنا نمشي، فبعدين لقيت أخوي، أول ما لقيت أخوي كثير انبسطت لأنه كنت قاعد بدور عليهم، يعني الفرحة واحد بقدر أشوف صفها، يعني هي أكثر فرحة يعني أكثر فرحة ممكن الإنسان يضحك من كلبه، هي فرحة الحرية. دائما في كان في أمل إنك أنت ممكن إنك تطلع قبل، في أمل. حدا ما كنا نأمل أهلي، ضل أحكي لهم أنا السنة مروحة، بتعرفوش ممكن قبل شهر 12 يكونوا مروحين،
سبحان الله يعني خلص سجلت شهر 11 وروحنا بشهر 11. على المرة أنا قبل الحلو رح كون جنبك حبيبي، هذا نذر عندي، عشقي إلك واصل لحد جنون، ما بكتفي منك بعد بدي. بوجه شكر طبعا للشعب الفلسطيني كله يعني على صموده لأهل غزة، خاصة لأن حريتنا كانت بدمهم، يعني حريتنا كانت يعني لولا أهل غزة لولا دمهم إحنا ما طلعنا، ما كنت أنا اليوم هانك يعني بالمرة بين أهلي، يعني الله يرحمهم يا رب، وإن شاء الله رب يقويهم وينصرهم يا رب.